السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا هنبدأ نرسم مع بعض الرامب. فهاجي هنا من الاركتكتشر واقول له رامب. ممكن ارسم الرامب من خلال ان انا عارف مثلا ان انا هرسم من الدور الاول للدور الثاني او من الدور الاول للدور الاول متر. فلذلك لازم وانا برسم ابقى محدد ان انا هرسم لحد فين، لان هو اوتوماتيك هيعمل لي الحسابات بتاعتي. فانا هنا هرسم اهو، سواء هترسم لاين او هترسم على شكل ارك. فممكن اجي هنا اقول له ده انا عايز ارسم من الدور الاول للدور الثاني او من الدور الاول للدور الاول ومتر بالشكل ده. فهو هيبدا يظبط الحسابات بتاعتي على كده. فهاجي هنا واقول له انا عايز ارسم من اول النقطه دي لاول النقطه دي. هو اوتوماتيك يبقى عارف ان المسافه هتبقى دي بالشكل ده. تمام. ممكن انا اكون عايز اعمل ستوب مثلا في نقطة معينة وأكمل الناحية التانية الرامب بتاعي بالشكل دوت، فأقف وأبدأ إن أنا أكمل بعد كده بالشكل دوت. هو هيبدأ يعملها لي، فممكن أقول له أوكي وأشوف هتبقى عاملة إزاي في 3D. فلاقي إن هو همشي كده بالرامب، وبعد كده همشي شوية كده، وبعد كده أطلع الحتة ديت. ممكن اخلي برضو حتى في ميول في الجزئية اللي في النص ديت، لو انا عايز يبقى فيها ميول اعمل تراجع بالشكل دوت. المرة اللي فاتت انا بدأت من هنا، لا ممكن اقول له انا عايز الرامب بتاعي كده وهيكمل شوية وبعد كده هيرجع يكمل الناحية دي من هنا مثلا. فيبقى موجود في كله ميول. وطبعا هو على طول بيعمل لي الريلينج بتاعي. ينفع ان انت تعمل عليه سيلكت وتعدل فيه كل الاجزاء بتاعته. يعني ممكن تعمل عليه سيلكت وبعد كده تخش هنا في الايديت تايب، تختار نوع جديد خالص، تعدل اي اجزاء انت عايزها، تخليه كله ازاز، تعدل فيه اهو، تبدأ تعمل الأجزاء بتاعته زي ما شرحنا بالتفصيل في المحاضرة الخاصة بالريلينك. نقدر نتحكم في الارتفاع زي ما احنا عايزين، يطلع وننزل بيها مفيش اي مشكله خالص. وتقدر بالذات لو عندك رامب وعايز كل شويه تغير النقطه بتاعت تقدر تضيف نقط عشان موضوع الانحدار وقوه الطرد المركزي في قلب الرامب اللي انت عامله.